توتر واشتباكات لم تكن بالحسبان، حولت مدينة القامشلي بين ليلة وضحاها إلى ساحة صراع بين الوحدات الكردية وقوات النظام، لتتساقط القذائف ويتطاير الرصاص على الأحياء السكنية الآمنة. بعد مقتل وإصابة العديد من المدنيين خلال اليومين الماضيين، شهدت المدينة منذ الأمس حركة نزوح كبيرة نحو القرى والبلدات القريبة الآمنة إلى أن يحسم الصراع، تاركين منازلهم وأعمالهم لكي لا يكونوا ضحايا قصف طائش. والله رايح أخذ الأولاد على العمودة وراجع. ليش؟ شو السبب؟ عم يجينا قذائف ضربات طائشة، عم يجينا مشان ناخذ الأولاد ونرجع. النزوح الذي لم يعرفه سكان القامشلي منذ بدء الحرب في سوريا يعيشه أبناءها اليوم في حرب وصلت متأخرة إلى مدينتهم، ويرى البعض أنها لن تدوم طويلاً.